التونسي. الكرة لأمجد الشودي على المرزوقي، والهدف الأول علي العابدي. علي العابدي ممتاز وحاسم إلى حد الآن في النتائج الأخيرة للملعب التونسي، ويهتدي للتسجيل الهدف الأول لصالح الملعب التونسي، وفرحة هنا على مدارج ملعب الشاذلي زويتن. إذا هدف مقابل صفر لصالح الملعب التونسي، والفرحة الكبيرة. وأكيد بعد قليل ننتظر الإعادة، المرور مباشرة إلى الأسبقية من جانب فريق الملعب التونسي، وتصويبة اليسارية الصائبة بالنسبة لعلي العابدي. هذايا الخصال متاع هذا اللاعب اللي قلنا عنده مستقبل يبشر بخير. كرة مباشرة إلى علي العابدي، والهدف الأول لصالح الملعب التونسي، والأسبقية قد تكون حاسمة بالنسبة لمصير فريق البقلاوة، وبالطبع جدة توزر كذلك. المصير مرتبط بالنتيجة. إذا أكيد علي العابدي عنده إنذار واضح باعتبار